مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. مساء الخير. صحيح أن مياه الأمطار أغرقت العديد من المدن في العراق والسعودية والكويت ومصر، إلا أن صحيح أكثر أن الأمطار في لبنان تنذر بشر صحي مستطير نتيجة انفلاش نفايات المتراكمة منذ 5 أشهر، والخبراء يحذرون من تفشي الأمراض لا سيما داء الكوليرا المنتشر في أوساط النازحين في سوريا والعراق، مع الإشارة إلى كثافة النازحين السوريين في لبنان. وحتى الآن خطة معالجة أزمة النفايات لم تدخل حيز التنفيذ نتيجة رفض المناطق إقامة مطامر، والوزير أكرم الشيب كثف تحركه بمتابعة حثيثة من الرئيس تمام سلام والحراك المدني في الشارع مجددا رغم المطر. وفي رأي خبراء بيئيين أن الحل يتطلب 3 مراحل: الأول جمع النفايات وترحيلها إلى الخارج في أسرع وقت، والثاني تأهيل معملي فرز النفايات في الكارنتينا والعمروسية، والثالث إقامة المزيد من معامل الفرز في المحافظات الأخرى. سياسيا، لبنان يشارك في المؤتمر الوزاري في فيينا حول سبل حل الأزمة السورية. المؤتمر هذا المساء على مستوى وزراء الخارجية الأمريكي والروسي والسعودي والتركي، على أن ينضم إليه وزراء دول أخرى كإيران ومصر. وعلى هامش المؤتمر مشاورات بين عدد من وزراء الخارجية، بينها لقاء بين لافروف وظريف. جولة ثانية من مؤتمر فيينا الدولي في مسعى لإيجاد حل للأزمة السورية بمشاركة 12 دولة بينها السعودية وإيران وغياب المعارضة السورية. وزير الخارجية الأمريكية جون كيري أعلن أن المحادثات لن تؤدي إلى حل سياسي فوري، لكنها قد تكون أفضل فرصة لإنقاذ سوريا من الجحيم. الخارجية الأمريكية أعلنت أن كيري يسعى لاختبار النيات الإيرانية والروسية واستعدادهما لإقناع الأسد بالرحيل. وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أكد أن مشاركة بلاده في فيينا من دون أي شروط مسبقة، موضحا أنه لو كانت هنالك شروط لما شاركنا. لقاءات ثنائية على هامش المؤتمر بين كيري وظريف، وآخر بين وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف ونظيره الإيراني. الناطقة باسم الخارجية الروسية أوضحت أن الهدف الرئيسي من محادثات فيينا إطلاق حوار سياسي. ومع تسجيل المعارضة السورية امتعاضها من عدم تلقيها دعوة للمشاركة في فيينا معترضة على المشاركة الإيرانية، أشار نائب وزير الخارجية الروسية إلى لقاءات جمعت روسيا والمعارضة السورية في موسكو وباريس واسطنبول. حملة طلعت رحلتكم اعتصمت مساء في المتحف وانطلقت إلى عين المريسي، وحملة بدنا نحاسب دعت من أمام وزارة البيئة إلى إعلان خطة طوارئ لرفع النفايات. انطلقت مساء اليوم مسيرة لحملة طلعت رحلتكم من المتحف باتجاه عين المريسي، وأكد الناشطون على مطالبهم التي شكلت محور جهودهم الصامتة على حد تعبيرهم. المسيرة رافقتها عناصر من قوى الأمن الداخلي، وسط الشعارات والهتافات المطالبة برحيل الوزيرين أكرم شيب ومحمد المشنوق. وكانت حملة بدنا نحاسب قد دعت إلى المشاركة في المسيرة التي دعت إليها حملة طلعت رحلتكم، تأكيدا على أن الحراك موحد وأن أزمة النفايات وصلت إلى درجة عالية من الخطورة. وفي مؤتمر صحفي لها أمام وزارة البيئة، دعت الحملة إلى إعلان خطة طوارئ لرفع النفايات من الطرقات، ومن ثم فرزها وتوضيبها في أكياس عازلة، وإصدار المراسيم الضرورية لتحويل أموال البلديات قبل مفاوضة أهالي المناطق بشأن المطامر. إن هذه المنظومة الفاسدة التي تهدد بشكل مباشر أمننا الاجتماعي والاقتصادي غير مبالية بأبسط احتياجاتنا، ومتركزة على شحنات لا متناهية من الجشع والطمع، توجت لا مبالاتها بالاستهتار حتى بأمننا الصحي. بعد أزمة النفايات، ماذا ينتظر اللبناني؟ وهل يمكن القول إن شبح الكوليرا يخيم في الهواء والأمراض السرطانية تتربص بصحتنا؟ التقرير للزميلة هبة عياد. النفايات فعلت فعلتها قبل أن يفعل بها، فأنذرت هواءنا ومياهنا وتربتنا، وبالمحظور وقعنا. المضحك المبكي أن كل ما حصل كان متوقعاً: الشتاء، التلوث، الأمراض. ورغم أن الرياح والأمطار هزت جبال النفايات التي بلغت حوالي 300,000 طن في بيروت وضواحيها، إلا أنها لم تقدر على أيادي تقاسم الحصص السوداء التي ساهمت في تكديسها،
ويا جبل ما يهزك ريح. الصرف الصحي عندنا بلبنان المفترض فينا أن نقوم بمعالجة المياه المبتذلة. هلأ بالإضافة لهالشي هذا هالنفايات عم بتزيد بتلوث المياه الجوفية في لبنان، التي المياه الجوفية التي يعتمد عليها المزارع في ري وصقي المزروعات اللي عنده. ثم الشاطئ اللبناني ككل أصبح مهدد بالنفايات، وهو السبب في نقل المياه المبتذلة إلى البحر. يعني لبنان هو من أصل 26 أو 27 دولة موجودة على البحر المتوسط، هو الذي يسهم أكثر من كل دول المنطقة في تلوث البحر المتوسط، والأسماك موجودة عم تتأثر من هذا التلوث. وإذا كانت مياه نفايات، إذا صح القول، اجتاحت طرقاتنا، فإنها قد تجتاح أمعاءنا عبر ما نأكل ونشرب. نسي المياه الجوفية عن نبير، إذا ظلت النفايات بهالموضوع ممكن تؤدي للهوية. حتى مياه البحر، نحن هون غريبين على البحر، بيتأثر البحر بالمياه. الجراثيم والأوبئة والميكروبات والفيروسات الموجودة في هالنفايات هيدي عم تنتقل على المزروعات. بعدين في عندك الأمراض السرطانية المتأتية عن المعادن الثقيلة مثل الكادميوم والزنك الموجود في النفايات هذه. فبعد اللحوم والدجاج وغيرها من المواد الغذائية الفاسدة، واليوم مزروعاتنا في خطر، ماذا بقي للبناني كي يأكل ويشرب إذا كان حتى الهواء الذي يتنشقه تحول إلى روائح كريهة؟ بيئتنا تحتضر وتربتنا مهددة، أما بحرنا فعلى شفير الكارثة، وصحة المواطن اللبناني باتت على كف عفريت. فالنفايات التي لم تغطي لبنان حتى في أسوأ أيامه أعادته إلى أدنى مراتب الرقي وأعلى مستويات الفساد. والسؤال ماذا بعد؟ هبة عياد، جمال خطيب، تلفزيون لبنان. الوزير شهيب واصل تحركه للبحث في كيفية تنفيذ خطة معالجة أزمة النفايات، واجتماع مسائي آخر في السرايا بحضور الوزراء أبو فعور وشهيب وعلي حسن خليل. جولة جديدة من البحث في سبل معالجة أزمة النفايات. البداية كانت من السراي الكبير، حيث عقد رئيس الحكومة تمام سلام اجتماعا مع وزير الزراعة أكرم شهيب، الذي أكد بعد اللقاء وجوب الانتهاء من الملف في غضون 48 ساعة، مشيرا إلى أن العمل مستمر، ولفت إلى تجاوز جزء كبير من العقبات مع وجود بعض الأمور العالقة. يعني أنا ب 31/8/2015 حتى اليوم نتسابق مع الزمن لحل هذه المشكلة، وما زلنا حتى اليوم، وبعتقد 24 ساعة غير اليوم، يعني 48 ساعة لننتهي من هذا الملف. الدولة باللي مطمول منه، يعني الحكومة باللي مطلوب منا عملته. اليوم المراسيم ترقمت، مراسيم البلديات، وهذا حق للبلديات، ترقمت يعني طلعت المراسيم، مرسوم إنشاء أو البدء بالأعمال بالكهرباء من مطمر الناعمي بالإنشاءات، مرسيم الصندوق المستقل للبلديات، مرسوم الخليوي، المرسيم اترقمت، وبالتالي يعني راح تروح على الترجمة العملية فورا. شهيب انتقل إلى الصيف، حيث التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، وجدد من هناك الإشارة إلى وجود بعض العراقيل يعمل على تجاوزها في الربع الساعة الأخير، آملا أن تترجم التعهدات السياسية أقوالا للتخلص من الملف. الوزير شهيب حمل خطته وبحثها مع الوزير الياس بوصعب المكلف من قبل العماد ميشيل عون متابعة ملف النفايات، وإذ أشار إلى الموافقة على الخطة لفت بوصعب إلى عائق بسيط في التعديلات التي أضيفت إلى الخطة. الجهد اللي عم بيقوم فيه معالي الوزير ليل نهار مشكور عليه، ولكن نحن نرجع منأكد وهو بيتفهم موقفنا أنه نحن بدنا حل يشمل كل اللي متضرر. الشعب اللبناني ما بدنا نزير على بعضنا بقى ونقول صار قرف وبدأ يقدر ينتظر. فعلا نحن قدام هال 24 ساعة الأخرانيات لحتى نقدر نلاقي هيدا الحل المطلوب، وأهم شيء نوصل للخطة اللي هي طرحت اللامركزية بموضوع النفايات، ونوصل لموضوع أموال البلديات كاملة مع ضمانة بالتوزيع
دوري لعائدات البلديات من إن كان عن طريق صندوق البلد المستقل أو الخليوي بشكل متواصل. حصيلة مباحثاته حملها شيب إلى الرئيس سلام مساء، ضمنها عرض قدمه الجميل وحزب الكتائب. الاجتماع المسائي في السراي الذي ضم إلى الرئيس سلام شهيب والوزيرين وائل أبو فاعور وعلي حسن خليل استبق بمواقف عدة. أبو فاعور قال إن موضوع مطمر في شوف وعلي يحتاج إلى توافق سياسي، وكان الوزير الياس أبو صعب اعتبر أن التعديلات على الخطة خطوة إلى الوراء. كتلة الوفاء للمقاومة أكدت بعد اجتماعها مواصلة تقديم الاقتراحات لإيجاد حل لملف النفايات، حرصا منها على حل هذه المسألة. إن المقاربة الوطنية لمعالجة أزمة النفايات وفق أسس علمية ومعايير بيئية وصحية غير استنسابية هي المنهجية الصحيحة التي أكدت الكتلة التزامها والعمل بموجبها. وإن حزب الله حرص منذ البداية على التعاون الإيجابي لتنفيذ خطة الحكومة لمعالجة أزمة النفايات، إلا أن أسرار البعض على مقاربته الطائفية والمذهبية والمناطقية لهذه المشكلة وعلى تحريض أنصاره لقطع الطرقات وإثارة الفوضى والاضطراب أدى وللأسف إلى تفاقم الأزمة وتعقيد الحلول وعرقلة التنفيذ. ورغم ذلك كله فإننا نواصل تقديم اقتراحات الحلول تأكيدا لإيجابيتنا وإسهاما منا في معالجة هذا الملف. ما هي الحلول للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت هربا من الأوضاع المتدهورة في لبنان؟ تحقيق نبيل الرفاعي. لا يحتاج وضع لبنان إلى أدلة وحجج أخرى حتى تتأكد من الانحدار العمودي للحالة الاقتصادية على صعيد فرص العمل شبه المعدومة، فشراع سفن هجرة اللبنانيين لا سيما من طرابلس خير دليل على أن اللبناني لا حول له ولا قوة، وهو الذي ينتظر الفرصة ليحزم أمتعته ويركب قارب الموت ويبحر، مع علمه بمدى خطورة الأمواج العاتية وغدر البحر إن غدر. شبان ونساء وأطفال لا بل عائلات بأكملها تعتزم الرحيل بحثا عن أرض، عن وطن يجدون فيه شروط العيش بسلام وكرامة. استقبال ألمانيا والنمسا للاجئين السوريين شكل الدافع الأول لهجرة اللبنانيين الذين تقطعت السبل بالكثير منهم في اليونان وقبرص اليونانية وهنغاريا ومقدونيا. كل ذلك يحصل فيما المعنيون منشغلون بأزمات على أنواعها المختلفة سياسية اجتماعية واقتصادية. وإزاء هذا التشرذم الحاصل سؤال وحيد يجول ويصول في مساحة البحث عن الحلول وكيفية المعالجة. الظروف الصعبة اللي عم بتعيشها المنطقة عم بتأثر على لبنان، وبالتالي انكمش الاستثمار في لبنان. اثنين، في عنا عدد نزوح سوري كتير كبير، يعني ما يفوق 25% من شعب لبنان. هذا أمر عم بتقر في كل دول العالم، وهذا أمر مش طبيعي أبدا ببلد ذات إمكانيات ضئيلة، والوعود بالمساعدة والمساهمة عم تكون وعود أكثر ولم تتحقق بشكل فعلي إلا من الجمل داندي. وبالتالي في يعني مسؤولية اليوم أدبية وأخلاقية على كل دول العالم، إنه هذا ما بيعفي السياسيين اللبنانيين من فتح هذه القوة. المواطن عم بيعيش تحت هذه الوطأة المضاعفة أو المدوبلة اللي هي وطئ الضيق العايش من جهة، وعدم وجود يعني قوة أمل لديه من خلال ما يجري اليوم. المفروض اليوم واجب السياسيين أنه في شيء ما بنقدر نعمله بهالحروب وكثافة النزوح، لكن في شيء فينا نعمله بخططنا. أنا دعوتي يعني ما إلى حدود بهذا الموضوع، أنه ما حدا يغامر، لأنه أرواح الناس كمان مش مجاني، وما حدا بيغامر. يعني أوقات كتير الواحد بخمر رايح إلى فسحة أمل كبيرة بس بيروح إلى فسحة عذاب، إلى مكان عذاب ومذلي. هكذا حال اللبناني التقهقر الدائم، فإما أن يموت على أبواب المستشفيات راجيا الدواء، أو يسجن في أنفاق ملأتها مياه أمطار الشتوة الأولى، أو في زحمة سير خانقة، وغير ذلك الكثير. فتجده اليوم يموت غرقا بعدما ظن أن الحياة خلف البحار أفضل، دون أن يعلم أن الموت قد يكون له قدرا في المرصاد. نبيل الرفاعي، تلفزيون لبنان.
وزير الإعلام رمزي جريج أكد في حديث لتلفزيون لبنان أن استقالة الحكومة غير جائزة دستوريا، مشددا على أنه يجب على المتحاورين الذين ينزلون إلى المجلس النيابي الذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية. لا يزال لبنان يقع تحت وطأة أزمة النفايات بانتظار حل مرتقب بعد جولة الوزير أكرم شهيب الذي أكد التسابق مع الزمن وتخطي الكثير من المشكلات، وبانتظار اتصالات اللحظة الأخيرة يبقى السؤال عن مصير الحكومة في حال عدم التوافق، وهل استقالة الحكومة واردة؟ وزير الإعلام رمزي جريج أكد أن الاستقالة غير جائزة دستوريا ولا تعتبر نافذة بمجرد الإعلان عنها. أنا أعتقد أنه الاستقالة غير جائزة دستورياً باعتبار أن الاستقالة ليست نافذة بمجرد إعلانها أو تقديمها، وإنما تحتاج إلى مرسوم يوقعه رئيس الجمهورية منفرداً بقبول الاستقالة، وبغياب رئيس الجمهورية ليس هناك مرجع دستوري لقبول هذه الاستقالة. وهذا الأمر مبرر لأنه بمجرد شغور مركز الرئاسي تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة، وهذه الحكومة لا يمكن أن تضع حدا لممارستها لهذه الصلاحية إلا بانتخاب رئيس جمهوري جديد. ولكن في الوقت نفسه إذا انتهينا من موضوع النفايات لا يجوز أن تبقى الحكومة معطلة، بل يجب تفعيل عمل الحكومة من أجل تسيير شؤون البلد والنظر بالأمور الحياتية. ما بعتقد أنه عند حزب الكتائب نية بطلب إلى وزرائه الاستقالة. جريج أكد أن الحوار هو السبيل الأفضل للتلاقي والاتفاق على قواسم مشتركة. تناول الحوار مسألة رئيس الجمهورية واتفق المتحاورون على مواصفات للرئيس، فطالما أنهم أصبحوا على بينة من المواصفات التي يجب أن يتمتع بها رئيس الجمهورية فما عليهم إلا الذهاب إلى المجلس و انتخاب رئيس تنطبق عليه هذه المواصفات. وعن الدور الإعلامي في ظل هذه الظروف شدد جريج على ضرورة أن يكون الإعلام مسؤولا، مؤكدا دعم تلفزيون لبنان دائما. أنا ضد الإعلام المتفلت من أي قيد، أنا أؤيد الحراك المدني، ولكن الإعلام في تغطيته لهذا الحراك كان سواء في المدى الزمني الذي تمت به هذه التغطية أم بمضمون كلام المراسلين على الأرض كان هناك تحريضا، ولم تكن هناك مسافة بين الإعلام والحراك. وإذا أردنا أن نعرف خبرا صحيحا نلجأ إلى تلفزيون لبنان بدل من أن ننتقل من محطة إلى محطة لنستخلص من كل ما يقال فيها ما هي الحقيقة. تلفزيون لبنان هو حامل رسالة الإعلام العام ويحتاج إلى دعم، ولن أتردد في دعم تلفزيون لبنان من أجل التقدم إلى الأمام. وإلى الفقرة الاقتصادية وزميلة ندى الحوت. بالأمس أطلقت غرفة التجارة والصناعة مكتب العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية، فعلى ماذا تعول الغرفة في ظل الظروف السياسية الأمنية التي يمر بها لبنان؟ اليوم أستاذ لي رزق، حضرتك رئيس هيئة العلاقات تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية، يعني اليوم السعودية، اليوم في ظل الظروف اللي عم يمر فيها لبنان كيف يبدو إقبال يعني أهل السعودية على لبنان؟ ونحن مثل ما نعرف نحن عنا مشاكل داخلية، هيدا الموضوع شوي يمكن بيهشل المستثمر. خلينا نحكي عن إقبال اللبنانيين على دول الخليج. نعم. خلينا نقول عن مصالح لبنان. اليوم غرفة التجارة والزراعة والصناعة واتحاد الغرف لهم مصالح بتمثيل كمان اللبنانيين المقيمين والعاملين في دول مجلس التعاون الخليجي التي تناهز تحويلاتهم السنوية 8 مليار دولار، وهم اليوم يشكلون ثروة
ونفط وأعجوبة اقتصاد لبنان. يعني من هون حرص الغرفة وحرص الرئيس محمد شاهر شخصيا على إعطاء تلك العلاقة أبعد أهمية قصوى. وهذا المكتب إن كان بده يوجد ليقدم خدمات من مساعدة باستشارات قانونية، بتسجيلات الشركات، برعاية الشراكات التي تقام. ونحن ما فينا كمان ما نأتي على ذكر الزيارات التي بدأناها من حوالي سنتين ثلاثة إلى كافة دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة بالسعودية. أهمية العلاقات اللي عم وأهمية أنه تواجد لبنان ومصالح لبنان يعني كان في سفير السعودي، سفير قطر وسفير كل الكويت وسفير دولة كل السفراء. وبعدين عنده أهمية للحفاظ على مصالح الخليجيين وإعطائهم مظلة. اليوم الغرفة لما بترعى بتكون مظلة لأي اتفاق. وخاصة رئيس محمد أنشأ غرفة التحكيم الدولية، يعني هناك بإمكان الشركاء وإمكان الأفرقاء اللي بدون ينشئوا أي عمل تجاري أن يستعملوا غرفة التحكيم الموجودة في الغرفة للنظر والبت في خلافاتهم. بس بالأمس مبارح السفير السعودي كان عم يحكي أنه نحن منطالب بحوار ومنطالب بتفعيل عمل الحكومة. يعني هو عم براهن كمان على أشياء عم بيطلبوها من لبنان لجذب المستثمر السعودي إلى لبنان أيضا، ما في شك. أو لعودة المستثمر السعودي. ما في شك نحن نعي أهمية أن تكون مواقف السياسيين خدمة الاقتصاد لبنان. عوض أن يكون يأخذ اقتصاد لبنان رهيني للمواقف السياسية. يعني على أمل أنه أهل السياسي يهتموا بهذا الموضوع ويكون في نضج مثل ما عم تقول ويلاقوا حلول للمشاكل اللي عم نمرق فيها. أولا ملف النفايات، ونكون مفهوم الوطني، الرجل الوطني هو الذي يبدي مصالح لبنان أولا على مصالح كل الدول الأخرى. اليوم كلمات السفرة كانت كتير إيجابية تجاه لبنان، يعني رغم المقاطعة أو رغم الوضع يعني الصعب يلي مرق في لبنان مع غياب السائح الخليجي. يعني قديش انتم بتعولوا على هذا الكلام؟ صحيح. نحن اليوم دورنا الأساسي الحفاظ على هوية اللبناني المبدع والمتميز والرائد بكل القطاعات، إن كان بالخليج أو بباقي دول العالم، وهناك أسماء لامعة ونحن نتصدر كل القطاعات خاصة بالخليج. مصالح اللبنانيين، استثمارات اللبنانيين في الخليج تناهز المليارات من الدولارات في قطاع المقاولات، في قطاع الخدمات، قطاع تشغيل الفندقي. النشرة مستمرة بعد الفاصل. أهلا بكم. الرئيس بري التقى الشاتيلة والأشقر الذي أكد أن الأمل الوحيد في هذه المرحلة هو في اقتراب موحد يكون الرافعة الاقتصادية والثقافية للمجتمع. رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أنه لم يكن في الأساس يريد التدخل في أزمة النفايات لأن هناك قرارا صادرا عن مجلس الوزراء يتطلب التنفيذ، ولكن بعدما تراجعت الأمور إلى الأسوأ تدخلت مباشرة وقدمت اقتراحا يستند إلى قاعدة أساسية وهي كل ديك على مزبلته صياح. وأضاف: لقد أصر البعض وللأسف على تطبيق المسألة، وانطلاقا من ذلك طرحت أن نتحمل نحن في حزب الله وحركة أمل مسؤولية التخلص من النفايات التي تفرزها المناطق الواقعة في دائرة نفوذ الحزب والحركة على قاعدة اللامركزية وتعزيز دور البلديات، بحيث لا يعود من مبرر للقول إن هناك فئة تتحمل وزر هذا الملف وفئة أخرى تتهرب منه. من جهة ثانية، الرئيس بري التقى رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلة الذي رأى أننا أمام خيارين: إما الفوضى ولنأخذ العبر مما يحصل في المنطقة، وإما علينا دعم المؤسسات من خلال عقد جلسة سريعة لمجلس الوزراء وكذلك لمجلس النواب لإنقاذ البلد. وكان الرئيس بري قد التقى وفدا من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة رئيسها بيتر الأشقر، الذي نقل عن الرئيس بري اهتمامه بالاغتراب اللبناني وبوحدة الجامعة الثقافية دون أي تمييز بين مكون أو آخر أو بين طائفة أو أخرى. خور اعتبر أن الأمل الوحيد في اللحظة العصيبة التي يعيشها لبنان هو بالاغتراب، واصفا إياه بالرافعة الثقافية للمجتمع اللبناني. وفي عين التيني، الرئيس بري التقى القاضي الشيخ عبد الحليم شرارة. رئيس الحكومة تمام سلام بحث خلال استقباله وزير الاقتصاد في موضوع دعم القمح والمزارعين، وتم الاتفاق على فترة زمنية لتقديم طلبات مساعدة المزارعين. وعصرا التقى الرئيس سلام الوزير الياس بصعب، وكذلك وفدا من المجلس التنفيذي للرابطة المارونية، الذي أكد أن مجلس الوزراء يجب أن يبقى متضامنا في ظل شغور رئاسي وتعطيل مجلس النواب، مشيرا إلى ضرورة عقد الجلسات باستمرار وإصدار قرارات تكون في مصلحة المواطن.
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أسف لأن اللبنانيين سلموا الرئاسة إلى السعودية وإيران، وأضاف: نعمل داخليا وخارجيا لحل الملف الرئاسي، ولفت إلى أننا نردد للدول الأوروبية: تريدون المساعدة، أوقفوا الحرب وابحثوا عن الحلول الدبلوماسية والسياسية. كلام الراعي جاء خلال اجتماع بطارقة الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية في بطريركية السرية. الرئيس سليمان رأس اللجان التحضيرية للقاء الجمهورية داعيا إلى إشراك الجميع في تحمل الأعباء. دعا رئيس العماد ميشيل سليمان إلى وجوب تعاون الجميع لتأمين رواتب ومستلزمات العسكريين كونها تندرج في خانة الضرورة الوطنية الملحة، داعيا أيضا الحكومة إلى الإسراع في معالجة هذا الملف وعدم تركه رهينة لأي تجاذب. وشدد سليمان في خلال ترأسه اللجان التحضيرية للقاء الجمهورية على موقفه منذ بدء أزمة النفايات، أي ضرورة عدم مذهبة هذا الملف وإشراك جميع المكونات المجتمعية والمناطق في تحمل الأعباء والمسؤوليات. كما نبه الرئيس سليمان في خلال استقباله عضو اللجنة المركزية في حركة فتح حزام الأحمد موفدا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرافقه السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور من خطورة التلاعب بأمن المخيمات في لبنان سيما في عين الحلوة، مشددا على ضرورة تعاون جميع القوى الفلسطينية لعدم الوقوع في فخ استدراج بعض الشبان وتجنيدهم للقيام بأعمال إرهابية. الأحمد شكر الرئيس سليمان على دعمه الدائم ومتابعته الحثيثة لتفاصيل القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، لافتا إلى أن الرئيس سليمان كان أول من اتصل بالرئيس عباس مهنئا برفع العلم الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة. من ساحة النجم النائب كنعان أكد أن رواتب العسكريين مصلحة وطنية عليا، وفي المجلس أيضا اجتماع للجنة الأشغال والنائب محمد قباني يعلن أن التعليم المهني بدأ يستقبل طلابا لتخريج معلمي قيادة السوق والخبراء. رواتب العسكريين أمر يتعلق بمصلحة وطنية عليا تسقط أمامها كل الاعتبارات السياسية والقانونية. الكلام لرئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان. أنا رأيي هون عم بحكي بصفتي الشخصية، أنا رأيي أنه لا شيء يجب أن يقف، لا قانون ولا إجراءات ولا غيره أمام وصول هذه المعاشات والرواتب إلى العسكر. هيدا مصلحة وطنية عليا، ما حدا بيوقف يعني إرادات ومعاشات جيشه وعسكره، خاصة عم نحكي بالظرف اللي نحن فيه. لجنة المال أقرت قانون الإجراءات الضريبية، وكان وصلها كتاب من وزارة المال يطالب بضرورة إقرار هذه المشاريع لما لعدم إقرارها من تداعيات سلبية على تصنيف لبنان والتزاماته الدولية. وردا على سؤالنا عما إذا كان يدرج المشروع ضمن تشريع الضرورة، في مهلة أصلا عطيوها للبنان اللي هي ل15 كانون، بالتالي عم نحكي اليوم نحن بتشرين الأول. صحيح المهلة تخلص يعني، بس لكن قادرين احنا خلينا كمان ما ناخد هيدا يعني هيدا دايما هيدا إذا بدك المسار القلق والبانيك وإنه يا لطيف وشو بده يصير فينا وشو بده. أوكي نحن لشو اجتمعنا اليوم قرينا معظم بنود هذا القانون، نهار التنين رح نستكمله، بيصير فيها بأي لحظة ينوضع على الهيئة العامة لجلسة المقبلة. فرعية الأشغال بحثت بتنفيذ قانون السير، والنائب محمد قباني أكد أن تعليم قيادة السير وخبراء السير أصبح اختصاصا يدرس في التعليم المهني والتقني. أن التعليم المهني والتقني الذي أعد برنامجا لشهادة الامتياز الفني TS لتعليم قيادة السيارات ولتخريج معلمي قيادة السيارات ولتخريج أيضا خبراء السير، هذا التعليم المهني سيبدأ شرط أن تقر اللجنة المنهاج سيبدأ في الأسبوع الأول من كانون الأول في السنة الدراسية الأولى، وسينتج عن ذلك أيضا تأخير السنة الدراسية الأولى حتى منتصف الصيف لإنجاز البرنامج. قباني لفت إلى أهمية تعيين أمين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية، وطالبت اللجنة بنسخة عن محاضر السير لمعرفة نطاق تطبيقها جغرافيا. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع التقى نائب رئيس التيار الوطني الحر أولى صحناوي، وذلك في إطار التشاور والتنسيق مع القوات. كما التقى جعجع
سفير اليونان ورئيس إقليم كاريتاس في البقاع الشمالي. وصفحة من الأخبار المحلية المتفرقة في هذا الشريط. زار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن وليد سلمان، وبحث معه في أوضاع المؤسسة العسكرية واحتياجاتها المختلفة، ثم انتقلا لغرفة عمليات القيادة حيث اطلع الوزير مقبل على تطورات الوضع على الحدود الشرقية والإجراءات الدفاعية التي تنفذها قوات الجيش في مواجهة التنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى المهمات الأمنية التي تقوم بها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية. وختم وزير الدفاع بزيارة مدير المخابرات العميد الركن إدمو فاضل. أقامت مجموعة الاقتصاد والأعمال مأدبة غداء وفي حضور الوزراء ميشيل فرعون، رمزي جريش، سجعان قزي ومحمد المشنوق، وقد تم انتخاب الشيخ محمد أبا الخليل وزير المال السعودي الأسبق رئيسا للشركة الاقتصاد والأعمال العربية، وخلف توفيق الخوري والده المرحوم سعيد خوري في رئاسة المجموعة التي استقطبت أعضاء جدد إلى مجلس إدارتها، وتحدث عن ذلك الرئيس التنفيذي للمجموعة رؤوف أبو زكي. عرض مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الأوضاع العامة في لبنان مع وفد من الجمعيات والروابط البيروتية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني برئاسة أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية العميد سمير أبو عفش، الذي أطلعه على النشاطات التي تقوم بها الجمعيات. عرض المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الأوضاع العامة في المنطقة مع السفير البريطاني هيوغو شورتر، وتم البحث في سبل التنسيق والتعاون بين الأمن العام والسفارة البريطانية. قام الوزير السابق عبد الرحيم مراد بجولة في عكار جل فيها على فعاليات عكارية والجامعة اللبنانية الدولية، وكرمته عائلة آل مراد في بينه بحضور هيئات سياسية وأمنية وبلدية. وتحدث كميل مراد باسم آل مراد مشيدا بإنجازات عبد الرحيم المراد الوطنية والجامعية. أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان التقرير السنوي للعام 2013 حول تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، في احتفال حضره حشد من الممثلين عن الهيئات والمنظمات اللبنانية والدولية وممثلين عن الوزارات والهيئات الرسمية. دشنت وحدة التعاون البدني العسكري في قوات اليونفيل برعاية قائد القطاع الشرقي لهذه القوات الجنرال خوسي غوندي مشروعا في بلدة الماري الحدودية تضمن تركيب شبكة جديدة لإنارة البلدة بالتيار الكهربائي وتأهيل وتوسيع الطريق الرئيسي الذي يربط البلدة بالعباسية، وذلك بتمويل من الحكومة الإسبانية. رعى القائد العام لقوات اليونفيل في جنوب لبنان الجنرال لوتشانو بورتولانو ممثلا بنائبه حفل تقليدي أوسمة السلام لضباط وجنود الكتيبة الهندية العاملة ضمن قوات اليونفيل، وذلك في مقر قيادتها في تلال كوكبة بحضور عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية وفعاليات المنطقة. والأخبار الدولية بعد قليل. الطائرات الروسية تكثف غاراتها الجوية، والمرصد السوري يعلن أن الضربات الروسية قتلت 600 مسلح خلال شهر. قبيل انطلاق مؤتمر فيينا صعدت روسيا ضرباتها وقصفت طائرات حربية يعتقد أنها روسية للمرة الأولى أهدافا في محافظة درعا، وفي حال تأكد هذا الأمر تكون الطائرات الروسية قد قصفت النقطة الأعمق في جنوب سوريا منذ أن بدأت حملتها الجوية وهي منطقة تل الحارة. الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أشارت إلى أن الحديث عن مقتل مدنيين سوريين بضربات روسية حرب إعلامية، وأن الضربات الروسية تستهدف مواقع لمنظمات إرهابية بحسب زاخاروفا. المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن مقتل 600 عنصر غالبيتهم من المجموعات المسلحة وتنظيمات إرهابية ومدنيين بضربات روسية خلال شهر. منظمة أطباء بلا حدود أعلنت مقتل 35 عاملا طبيا ومريضا سوريا في ضربات جوية استهدفت 12 مستشفى في 3 محافظات في شمال سوريا منذ نهاية أيلول الماضي. تزامن ذلك مع إعلان روسيا معارضتها مشروع قرار الأمم المتحدة في شأن استخدام سوريا للبراميل المتفجرة بحسب فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، لأنه قد يقوض المحادثات الدولية. في اليمن معارك عنيفة تدور على محاور تعز وغارات جوية على الحوثيين في مأرب. شنت طائرات التحالف العربي أكثر من 10 غارات استهدفت معاقل الحوثيين في مأرب في وسط البلاد. في المقابل قصف الحوثيون وقوات صالح عددا من الأحياء في محافظة تعز الجنوبية التي ما زالت تشهد قتالا عنيفا بين القوات المؤيدة للرئيس عبد ربه منصور هادي والحوثيين وسط انفجارات كبيرة هزت المدينة.
وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من انطلاق أولى الطلعات الجوية لطائرات التحالف العربي من قاعدة العند العسكرية في محافظة اللحج التي تعد أكبر قاعدة جوية في اليمن، أعيد تأهيلها بعد استعادتها من أيدي الحوثيين في شهر آب الماضي. العمليات العسكرية مستمرة في مناطق أخرى، لكن معركة تعز تعتبر استراتيجية بالنسبة إلى اليمن ككل، ففي حال سيطرت القوات الموالية على كامل تعز فإن ذلك سيكون الباب الرئيسي للسيطرة على صنعاء وباقي المحافظات. ختاما، جرى مساء اليوم سحب اليانصيب الوطني اللبناني، وقد ربحت الجائزة الكبرى وهي 100 مليون ليرة، والورقة تحمل الرقم 73996. فئة مبروك للرابحين. وختام هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء. إلى اللقاء.